كافانكاتر تنقل لكم الحدث بالصوت والصورة. كما يعلم الجميع ان كنا سباقين ديال اغلاق المحلات ديالنا منذ بدايه ديال الجائحه ديال كوفيد 19. التزمنا في البيوت ديالنا ما يزيد على 3 أشهر ونصف، واليوم الحمد لله كما كتشاهدوا قمنا بالفتح ديال المحلات اللي كانت فيها مجموعه ديال الاجراءات، مجموعه ديال الاجراءات اللي قمنا بها، مجموعه ديال المتداخلين منها الرابطات الغرفة المقاطعة ديال السواني مشكورة السلطات المحلية. من بين هاد الشروط هي فتح الممرات، مداخل ومخارج ديال السوق، المواد ديال التعقيم، الكمامات، التباعد الاجتماعي. وقمنا واحد دراسة تقنية داخل سوق كاسابراتا حنا والرابطات وديال التجار ديال سوق كاسابراتا، كيفاش دراسة تقنية كيفاش نقصوا من الحمولة ديال سوق كاسابراتا، لان كما يعلم الجميع ان السوق ديال كاسابراتا ما يزيد فيه ما يزيد على 4500 محل. قمنا بالتقسيم ديالو على 3 أجزاء باش نقصوا من الحموله ديالو. واللي كيهمنا في هذا البروتوكول في هذا التنظيم هو السلامه ديال التجار والمواطنين اولا، وكنشكروا جميع المتدخلين ديال في هذا القطاع، السلطات المحليه، الغرفه ديال التجاره، المقاطعه ديال السواني، الرابطه ديال التجار، السلطات الامنيه، كل من ساهم في الإنجاح ديال العملية ديال الفتح ديال السوق. ومرحبا بالجميع. تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعي، وما تنسوش الاشتراك في قناتنا على يوتيوب وتفعيل الجرس باش يوصلكم كل جديد.